السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. عنواننا اليوم مناكير القلوب، واللي حنحاول فيه إنه نرسم قلوب بأشكال مختلفة على الأظافر. مثل ما أنتم ملاحظين جهزنا الأظافر باللون الزهري، وحنقوم برسم القلوب باللون الأسود. طبعا حنستخدم لهذا الغرض الريشة بالطول القصير إضافة إلى الدوتينج تول بالحجم الصغير جدا. حنبدأ الآن بوضع نقاط صغيرة لتحديد منطقة القلب. هنحاول ان نعمل 4 قلوب. اتجاهها نحو الداخل. بعد انتهينا من رسم النقاط حنستخدم الريشة الطول القصير وحنبدأ بتشكيل القلوب. هذا هو الشكل النهائي، وكالعادة بعد ما يجف التصميم يجب وضع طبقة من المناكير الشفاف حتى نحافظ على هذا التصميم ونعطيه منظر لماع وبراق. نتمنى أن يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.